أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة النحل، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل في سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالله عز وجل يعطي هؤلاء القوم وهم المشركون الذين جاءت هذه السورة لإقناعهم بالتوحيد عبر تعداد النعم وبيانها لهم، بقوله بدليل ميسر: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني هل يستوي عندكم من يخلق ومن لا يخلق حتى تسووا بينهما في الرهبة والرغبة والعبودية كما فعلتم؟ أين عقولكم؟ قال: أفلا تذكرون. أين التذكر الذي يحصل به ترك هذا البلاء وهو الشرك وهذه الفتنة وهو عبادة غير الله عز وجل؟ قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو أردتم أن تعدوا نعمة الله عليكم لم تستطيعوا إحصاءها. فإن قيل إن نعمة الله مفرد، فهل المقصود تعدوا نعمة واحدة أو نعم الله؟ قيل المعنى نعمة الله، أي نعم الله. لماذا؟ لأن نعمة اسم جنس مضاف، واسم الجنس إذا أضيف دل على العموم، يعني وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. والذي يؤكد أنها نعم وليس نعمة واحدة قوله لا تحصوها، وقوله وإن تعدوا، والعد إنما يكون لشيء متعدد. إذن فقوله وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، لا تحصوها. وهذا أمر معلوم، لا يستطيع العباد إحصاء نعم الله، ولا يستطيع إحصاء نعم الله إلا الله. بل لو أن الناس اجتمعوا على أن يحصوا نعم الله عليك كلهم من لدن آدم إلى آخر إنسان يخلق من أجل أن يحصوا نعم الله عليك أنت وحدك ما استطاعوا. ولو أردت أنت أن تعد نعم الله عليك في بدنك وما تراه من نعم الله عليك في هذه اللحظة ما استطعت. إن نعم الله علينا أكثر من أن يعدها العاد، ولذلك مهما بذلنا في شكرها فلن نصل فيها إلى شيء. وهذا الذي نعمله نحن يا إخواني ليس مقابل نعم الله، هذه الصلاة وهذه الزكاة وهذا الحج وهذا العبادة والاعتكاف وغيرها لا يمكن أن تكون في ميزان النعم متقابلة، لكن الله بفضله ورحمته ولأنه شكور يقبل منا القليل ويجعله شكرا. تعرفون قصة العابد الذي عبد الله 600 عام كما في مستدرك الحاكم، ثم ابتعثه الله فقال: يا عبدي أدخلك الجنة برحمتي أو بعملك؟ وكان يصوم النهار ويقوم الليل. قال: بل بعملي يا رب. قال الله عز وجل: زنوا نعمة من نعم عبدي عليه بعمله. فوزنوا نعمة البصر، حطوا البصر في كفة الميزان، وجيء بـ600 عام بما فيها من قيام وصيام ووضعت في الكفة الأخرى فرجحت نعمة البصر. طيب، مديون الرجال
لأنه باقي مئات الملايين أو مليارات من النعم ما بعد دخلت في المعادلة أو في القضاء، فأمر الله به أن يسحب إلى النار. فلما سحبوه إلى النار قال: يا رب بل برحمتك. قال: نعم إذن. فأدخلوه الجنة برحمة الله. ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. إذن العمل ما فائدته؟ هو سبب لنيل رحمة الله، وهو معبر عن شكر العبد لربه. وإلا فالحقيقة أننا لو بقينا عمرنا كله من أوله إلى آخره في سجدة واحدة لله ما أدينا شكر نعمة واحدة من نعم الله. إذن الباقي أين تفعله؟ ماذا تفعل به؟ قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذه بشارة لنا، بمعنى أنك لن تستطيع أن تشكر نعم الله، لكن الله من رحمته يغفر لك ويرحمك ويقبل منك القليل في مقابل ذلك الكثير الذي لا يعد ولا يحصى. فإن قلت قد جاءت هذه الآية بالذات في سورة إبراهيم، وبين سورة إبراهيم وسورة الحجر وسورة النحل تشابه كبير، ليس هذا محل يعني ذكره، لكن في هذه الآية قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ماذا قال؟ إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم أي كثير الظلم، كفار أي شديد الكفر والجحود لله عز وجل. فلماذا ختم تلك بهذا؟ قيل لمناسبته للسورة، فإنه جاء قبلها قوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فلما ذكر هؤلاء المبدلين الجاحدين قال: إن الإنسان لظلوم كفار. أما هنا فهو يذكر النعم ابتداء ويقول لي ولك ولكل من يسمع هذا الكلام العظيم الجليل من رب الكريم: إنك لن تستطيع إحصاء نعم الله ولن تؤدي شكرها، ولكن اعلم أن الله غفور رحيم، فاطمئن، إذا أديت ما أوجب الله عليك فالله عز وجل يغفر لك ما مضى ويتجاوز عن سيئاتك ويرحمك فيجعلك كمن أدى شكر النعم كلها. قال: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. الله يعلم كل شيء، وسع كل شيء علما. ألا تخافون عندما تتخلفون عن شكر نعمة الله، وعندما تنسبون نعم الله إلى غيره، وهو يعلم ما تسرون وما تعلنون؟ وغالبا ما يأتي ذكر العلم في القرآن يراد به التهديد، تهديد العباد بأن الله مطلع عليهم لا تخفى عليه منهم خافية. فإن قلت إذا كان الله يعلم ما نسر فهو يعلم قطعا ما نعلن، فلماذا ذكره؟ نقول: كان الجواب في ذلك ليبين الله لك أن علم السر بالنسبة إلى الله وعلم الجهر سواء، ما يختلفان. بالنسبة لنا يختلف الجهر عن السر، والعلانية عن الجهر، بينهم فرق. أما بالنسبة لله، لو أعلنت في أكبر ميكروفون في الدنيا وخرجت على شاشات العالم، أو جلست في ظلمة الليل وحدك تفكر في نفسك ولا تتحدث بلسانك بشيء، لكان ذاك الذي أعلن على الشاشات وذاك الذي أسر في قلبه في ظلمة الليل سواء بالنسبة لعلم الله عز وجل. وهذا من سعة علم الله جل جلاله. قال: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله، انظر الآن، بدأ يقارن بصورة واضحة ومبسطة، لأن أدلة القرآن في غاية الوضوح والجلاء يفهمها كل أحد. قال: والذين يدعون من دون الله، أي هؤلاء الذين تدعونهم وتعبدونهم وتتضرعون إليهم وتطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، لا يخلقون شيئا أي شيء
والله لو كان في مقدار النملة أو الذبابة أو حبة القمح أو الشعير، وإلى اليوم ما استطاع العلم الحديث يخلق لنا حبة شعير على صغرها، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إما أن يخلقوا من الله إذا كانوا ممن عبد مع الله سبحانه وتعالى من مخلوقات الله، أو يكونوا يخلقون من قبل الناس، بمعنى أنهم يصنعون كالأصنام التي تنحت ومن الأخشاب مثلا تصنع أو غيرها. قال أموات ليس فيهم حياة، ثم أكد ذلك بقوله غير أحياء، ليس فيهم شيء من الحياة، أنتم أيها العابدون أكمل منهم وأفضل منهم، لأن هؤلاء الذين تعبدونهم أموات غير أحياء، ما فيهم من الحياة شيء، فهم ليسوا مخلوقا ناقصا كما هو الحال فيكم، بل مخلوق لا شيء فيه، صنم، حجارة منحوتة يا إخواني، ثم تعبد ويدعى لها أنها ترزق وتحيي وتميت ويستغاث بها وتدعى من دون الله. قال وما يشعرون أيان يبعثون، لا يدرون متى يبعثون، أو لا يدرون متى تبعثون أنتم، إلهكم إله واحد. ما قال هنا ربكم رب واحد، لماذا؟ لأنه في معرض بيان الألوهية وأن المعبود واحد، وليس في معرض بيان الربوبية. لو كان في معرض بيان الربوبية لقال ربكم رب واحد، ولكن هذه القضية ليست محل جدال ولا خلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين، إنما الخلاف والجدال والخصومة قد وقعت في من هو الإله الذي يستحق العبادة، ولذلك قال إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، منكرة لماذا؟ منكرة للتوحيد، لا تقبله، ولذلك قالوا كما في سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق إلا كذب. وانظروا كيف قرن بين الإيمان باليوم الآخر وتوحيد الله، مما يدل على أن من أعظم أسباب توحيد الله هو إيمان الإنسان باليوم الآخر، لأنه إذا آمن باليوم الآخر خاف، وإذا خاف قبل الأدلة وقبل ما جاءت به الرسل من الدلالة على وحدانية الله، بل اهتدى إلى وجوب إفراد الله بالعبودية بالفطرة والعقل لو ما جاءت به الرسل، لأنه يطلب الحق ويتحراه، يخاف، هو يعرف أنه مقبل على جنة أو نار، فلا بد أن يكون على واحد على بينة. قال وهم مستكبرون، ما يمنعهم من قبول التوحيد إلا الكبر، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي حقا، لا جرم بمعنى حقا، إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم أن الذي منعهم من قبول التوحيد الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكبر لا غير، فهم يستنكفون. واليوم يا إخواني أعظم أسباب ترك الناس للدين وعدم قبولهم له وخصوصا في العالم الغربي هو الكبر، يعلمون الحق ويشهدون به، ومنهم من كتب عن رسول الله، ومنهم من كتب عن القرآن وامتدحه وقال هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يخلو من الباطل ويخلو من التحريف، ومات وما أسلم، لماذا؟ مع أنه بان له الحق وكتب في بيان الحق، الكبر منعه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يا إخواني الكبر آفة الآفات، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، انظروا إلى كبرهم، إذا قيل لهم قال لهم المؤمنون ما هذا الذي أنزله الله عز وجل، قالوا أساطير الأولين، وهم يعلمون أنها من الله. لماذا يعلمون أنها من الله؟ لأن الله عز وجل لما أنزل هذا الكتاب تحداهم، قال فأتوا بحديث مثله، بسورة من مثله، بسورة مثله، بعشر سور مثله مفتريات،
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ومع ذلك ما استطاعوا. طيب لو كانت أساطير الأولين لاستطعتم. ألستم وليس النضر بن الحارث يأتيكم ويجلس في باحة المسجد الحرام ويقول تعالوا أحدثكم بقصص فارس فإنها خير من هذا القرآن الذي يأتي به محمد؟ هاتلك أساطير الأولين قدرتم عليها واستطعتم أن تأتوا بها وأن تلفقوا أحسن القصص وأفضلها. طيب ثم ماذا؟ لو كان هذا الكتاب أساطير الأولين لاستطاعه الناس، ولكنه كلام رب العالمين. قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أي بهذا القول الذي يقولونه سيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة. وسميت الآثام أوزارا لأنها تكون كالإزار المحيط بالإنسان. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي ويحملون أيضا من أوزار الذين يضلونهم. فإن قلت لما لا يحملون أوزار الذين يضلونهم جميعا، قيل لا، إنما يحملون ما أضلوا فيه الناس فقط، والله عز وجل عدل. ولو بلغ الإنسان ما بلغ من الكفر فإنه لا يمكن أن تزاد عليه سيئة ليست من عمله وليست من كسبه. فأنت تحمل وزرك كاملا وتحمل من أوزار الذين أضللتهم، يعني فيما أضللتهم فيه. أما إذا كانت لهم أوزار أخرى لم تكن أنت سببا في إضلالهم فيها فإنك لا تحملها. قال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، أي ألا ساء ما يكون إزارا لهم ومحيطا بهم. قد مكر الذين من قبلهم، هذا تهديد من الله عز وجل لهم، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذا تهديد لهؤلاء الكفار الذين قالوا ما قالوا على وجه المكر، لأنهم لما قالوا أساطير الأولين كان هذا جوابا للسذج من أهل مكة، ماذا تقولون في هذا الكلام الذي يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أساطير الأولين. وقال الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة قال إن هذا إلا سحر يؤثر، سماه سحرا، قال لأنه يفرق بين المرء وزوجه فجعله سحرا قاتله الله. طيب هذا الذي فعلوه مكر، فالله يقول إن كنتم تمكرون فقد مكر أقوام قبلكم وجاءوا بمكر كبار، فماذا صنع الله بهم؟ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني أفسد عليهم ما بنوه، وليس الإفساد من فوق بل من القواعد، لأنه إذا فسد من قاعدته تحطم كله، أما إذا فسد من أعلاه فقد لا يتحطم إلا أعلاه. فأتى الله بنيانهم من القواعد. وقد قيل إن هذا إشارة إلى ما فعله النمرود عندما دعاه إبراهيم إلى الله، أمر أن يبنى صرح، وهذا الصرح عالي جدا، قال حتى أرى الله الذي يدعو إليه إبراهيم. فلما بناه وتمكن منه أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف وهم فيه فماتوا جميعا، فجعل الله ذلك مثالا لكيفية إبطال الله مكر الكافرين، وأن الله يبطله من أساسه. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة، أي في يوم القيامة يخزيهم ويذلهم ويهينهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، يسألهم الله عز وجل أين هم الشركاء الذين كنتم تدعون أنهم شركاء لي ومستحقون للعبادة معي، وتشاقون فيهم أي تجادلون وتخاصمون من أجلهم. هنا يأتي دور أهل العلم، كما كان لهم دور في تبليغ الرسالة في الدنيا فإن لهم دورا في الشهادة على هؤلاء الكافرين. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، اليوم
يظهر خزي الكافرين ويأتي السوء عليهم والعذاب يقع بهم. قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. عندما تأتي الملائكة إليهم لقبض أرواحهم يؤمنون ويلقون الاستسلام مثل ما يلقي المحارب سلاحه. شوف كيف عبر بقوله فألقوا السلم، أي استسلموا على وجه مثل المحارب عندما يلقي السلاح ويعلن هزيمته يرفع يديه. فألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل من سوء. يرد عليهم الملائكة فيقولون: بلى كنتم تعملون السوء، إن الله عليم بما كنتم تعملون. ولم يقولوا إنا نحن نعلم ما كنتم تعملون تأدبا مع الله عز وجل، ولأن الله يعلم خفايا نفوسهم وأنهم قد عرفوا الحق ولكنهم كذبوا به. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. بئس المثوى والمقر والمآل الذي يثوي ويأوي إليه هؤلاء. ولم يقل فلبئس المثوى مثواهم، قال مثوى المتكبرين. لماذا؟ ليبين أن سبب إعراضهم وتكذيبهم هو الكبر، نسأل الله العافية والسلامة. فلبئس مثوى المتكبرين، وهذا من وضع الظاهر موضع المضمر ليعلل به، ليقال فمن تكبر فهذا جزاؤه. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، هذه مقابلة. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، هذه في مقابل ما قيل للكافرين. الكافرين قيل لهم، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ذكر الله ما قالتهم، قالوا أساطير الأولين، ثم ذكر جزاءهم وما أعد الله لهم من المثوى وهو جهنم. هنا جاء في المقابل ما هو قول المتقين، قال وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، هذا الذي أنزله الله عز وجل ماذا تقولون فيه؟ قالوا خيرا. لما ذكر يا إخواني ما ذكره عن المشركين وموقفهم من هذا الكتاب العظيم، قال وقيل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ذكر ما يقوله المتقون. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. بعدما بين الله عز وجل موقف المتقين، موقف المكذبين المستكبرين، بين موقف المتقين من هذا القرآن العظيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، وهذا يدل على أن الذي يقول لهم ذلك أناس أو متعددون، قد يقول لهم الرسول وقد يقول لهم الناس من المؤمنين أو من الكفار، فيكون جوابهم واحدا: ماذا أنزل ربكم، أي ما هذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا خيرا، أي قالوا كلاما حقا وصدقا موافقا للواقع. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، من أحسن فإن الله عز وجل يجازيه على إحسانه في الدنيا حسنة، وهذا من عاجل بشرى المحسن، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعجل له شيئا من إحسانه ليدوم على ما هو عليه من الإيمان والعمل الصالح. فالإحسان من الله عز وجل منه ما هو عاجل، ومنه وهو الأكثر والأبقى والأدوم ما يكون آجلا. قال ولدار الآخرة خير، أي ما أعد الله لهم في الآخرة خير مما يلقونه في الدنيا. ولنعم دار المتقين، أي نعم الدار التي سيصلون إليها
داراً للمتقين. وانظروا كيف يعلق الحكم على الوصف، فيقول ولنعم دار المتقين، ولم يقل ولنعم الدار دارهم، ليدلنا على أن من اتقى الله فآمن وشكر ووحد الله عز وجل واستجاب لنداء الله ولرسله وللرسالة من عنده، فإنه هو الذي يستحق تلك الدار. ولعلكم تلاحظون يا إخواني تكرار ذكر التقوى في هذه السورة، حيث بدأها الله عز وجل بقوله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فأمر بالتقوى في بداية السورة، وما زال يعلق الأحكام على التقوى التي حقيقتها كما تعلمون أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. قال ولنعم دار المتقين. ما هي هذه الدار؟ قال جنات عدن. جنات عدن أي دار إقامة، يقال عدن بالمكان إذا لبث فيه وأقام، جنات عدن أي جنات إقامة. وإنما يذكر من صفات الجنة صفة الإقامة، لأن من أعظم ما يميز نعيم الدنيا عن نعيم الآخرة، وهو الذي يرغب الناس في نعيم الآخرة، هو الإقامة والدوام والثبات وعدم الزوال. الآن أنت إذا أصابك شيء من الخير والنعمة والرفعة والجنات والراحة والغنى في الدنيا، فأنت تبقى مضطرباً خائفاً أكثر من غيرك، لأنك ترى أنك إما أن تزول أنت أو تزول وأنت ترى، وكلاهما ينغص عليك ما أنت فيه. ولذلك تجد أكثر الناس خوفاً وإشفاقاً وقلة راحة واضطراباً للمستقبل المجهول بالنسبة لهم، هم من يعطون في الدنيا مالاً ويؤثرون فيها في نعمتها وحبورها ودورها وقصورها، بخلاف الفقراء فإنهم لا يبالون مثل مبالاة هؤلاء الأغنياء. فالله عز وجل يذكر من أعظم صفات الجنة أنها دار إقامة، جنات عدن، يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. من أعظم نعيمها المبهر الذي لا يرى في الدنيا أن الأنهار تجري من تحت دورها وبساتينها. فنحن في العادة نرى النهر له مكان محدد ومخصوص يجري فيه في الدنيا، أما في الجنة فإن الأنهار تجري من تحت الدور، فالناس يرون النهر وما فيه من أنواع النعمة واللذة يجري من تحت بساتينهم وقصورهم ودورهم، وهذا والله من أعظم اللذائذ. قال الله عز وجل لهم فيها ما يشاءون. لما كان الحديث عن الجنة قال لهم فيها، وعندما يأتي في بعض الآيات لهم ما يشاءون فيها فإن الحديث عن المؤمنين، فهنا الحديث عن الجنة ونعيمها، قال لهم فيها أي في الجنة ما يشاءون، اطلب ما تشاء، حتى إن الرجل لا يطلب الزرع والجنة ما فيها عناء ولا تعب، يطلب الزرع يريد أن يرى الزراعة التي كان يعملها في الدنيا يشتاق إليها، فيؤمر بأن يزرع فيزرع وينبت الزرع ويحصد في ساعة، يتلذذ بهذا كله في ساعة. قال الأعرابي لما سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى هذا الرجل الذي يطلب هذا إلا أنصارياً يا رسول الله، فإنهم قوم يحبون الزرع، يعني نحن أهل البادية لا نحب الزرع. هذا مما يدلك على أن الإنسان ينال في الجنة كل ما يشاء، لهم فيها ما يشاءون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ببيان بليغ فقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يمر بالإنسان الطير صواف وهو في الجنة،
فيشتهيهن مشويات فينزلن له في الحال ويكون تحت الشجرة فيرى ثمارها الطيبة فتنزل أو تتدلى هذه الشجرة له ليأخذ من ثمارها ما يشاء، قطوفها دانية لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. لاحظتم؟ تكرر التقوى في كل مرة، أي مثل هذا الجزاء يعطيه الله ويجازيه من اتقى. اللهم ارزقنا التقوى التي ننال بها هذا الجزاء العظيم الوافر من عندك يا رب. ولما ذكر في حال الكافرين حالهم عند الوفاة ذكر ذلك في حال المتقين، فقال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. طيبين من أي ناحية؟ طيبين في أنفسهم، في إيمانهم، في اعتقادهم بالله عز وجل. هذه الطيبة تبقى ملازمة لهم في الدنيا وعند الموت وعندما يبعثون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين لم يشركوا، طيبين لم يظلموا، طيبين لم يسيئوا ولم يفجروا، وإن بدر منهم شيء من ذلك بادروا إلى التوبة. يقولون، أي تقول الملائكة لهم: سلام عليكم، سلام عليكم، تبدأهم بالسلام، وهذا السلام من عند الله عز وجل. سلام عليكم، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فدخول المرء الجنة يبدأ من حين ما يسلم هذه الروح، ولذلك إذا أودع الإنسان في قبره وكان من المتقين فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، فيقول: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، لما يعلم أنه ينتظره من الخير والفلاح والحبور والسرور الذي هو أعظم مما هو فيه. هذا مع أنه يمد له في قبره، في قبره مد بصره، يوسع له في قبره مد بصره، ويكون قبره روضة من روضات الجنة. أما الكافر فإنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها، فيقول: يا رب لا تقم الساعة، لعلمه بأن ما هو فيه ليس إلا شيئا يسيرا من عذاب جهنم. قال الله عز وجل: هل ينظرون، أي هل ينتظر هؤلاء الكفار الذين كذبوا بهذا القرآن وقالوا عنه إنه أساطير الأولين ودفعوا حجج الله وأشركوا مع الله هؤلاء الأصنام الذين يدعونهم من دونه، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك؟ هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم؟ لما لا يؤمنون الآن في ساعة الإمهال وفي زمن الإمكان والقدرة؟ ما لهم يتأخرون حتى تأتي الملائكة؟ فإذا جاءت الملائكة ألقوا السلم واستسلموا، قالوا: أبداً نحن مؤمنون. وضرب الله لنا مثلاً بفرعون حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال العلماء: إن فرعون آمن 3 مرات، ولكن هذا الإيمان لم يكن في زمن الإمكان، بل جاء في الوقت الذي لا يقبل منه، لا يقبل من الإنسان فيه إيمان، لأنه عاين ما كان يدعى إلى الإيمان به، فلما عاينه لم ينفع الإيمان به، لم ينفع الإيمان به، إنما ينفع الإيمان عندما تؤمن وتصدق بشيء غائب عنك لأنك مؤمن بالله عز وجل. قال الله عز وجل: يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا للسببية، أي بسبب ما كنتم تعملون. فإن قلت: هل الإنسان يدخل الجنة بعمله؟ قلنا: لا، لا يدخل أحد الجنة بعمله، يعني ليست الجنة ثمناً لعمله، بل العمل سبب لدخول الإنسان الجنة، وإنما دخولنا الجنة برحمة الله.
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فرحمة الله هي التي تدخلنا الجنة، ورحمة الله لا تدرك ولا تنال إلا بأسباب. ما هي هذه الأسباب؟ أعظمها وأجلها هو العمل. وهذا يا إخواني ينفي فكرة الإيمان المعرفي الباهت الذي يتذرع به كثير من المسلمين هذا الآن، فتجد يقول أنا مسلم وهذه إقامتي أو جوازي أو بطاقتي أو تعريفي بأني مسلم. طيب ثم ماذا؟ قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب أين الصلاة؟ أين شعائر الإسلام؟ أين القيام بأوامر الله؟ قال أنا مسلم وبس يكفي يعني. نقول لا، هذا الإسلام لا بد له مما يصدقه، لا بد أن يكون انقيادا لله في الظاهر والباطن. أما أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت لا تؤدي ما افترض الله عليك، ما ينفعك ذلك. إن لا إله إلا الله مفتاح للجنة، لكن هذا المفتاح له أسنان، وهذه الأسنان هي الأركان التي افترض الله عليك. فإذا جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح باب الجنة، فانتبهوا لهذا. قال بما كنتم تعملون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي عذابه المباغت لهم فيقضي عليهم ولا يمهلهم كذلك فعل الذين من قبلهم، تباطؤوا وسوفوا واتكلوا وكذبوا واستكبروا فعجلهم الله عز وجل بالعقوبة. وهل كان هذا ظلما من الله لهم؟ كلا والله، فالله لا يظلم أحدا. قال وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما نزل بهم إلا ظلمهم لأنفسهم، كما قال الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت السبب في وصول هذا السوء إليك. لو التزمت أمر الله، لو أطعت الله، لو امتثلت أوامره ما جاءك شيء من هذا الذي نزل بهؤلاء الكافرين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما عملوا، أي فأصابهم جزاء سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم من العذاب الذي كانوا به يستهزئون. كانوا يقول يا محمد أنزل علينا العذاب، ائتنا بعذاب من عندك، مثل ما قال أهل مكة كما تقدم لنا في سورة الأنفال، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فالله عز وجل يقول وحاق بهم، أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، الذي كانوا به يستهزئون ويكذبون ما يدرون إلا وقد أحاط بهم إحاطة السوار بالمعصم، فلا يستطيعون أن يفلتوا ولا أن ينجوا من عذاب الله عز وجل. قال الله عز وجل وقال الذين أشركوا، الآن بدأ بذكر حجج هؤلاء الكفار وبعض تكذيبهم وجحودهم وكفرهم ووسائلهم في إضلال أنفسهم وإضلال من وراءهم، هذه هي حججهم. فانظروا كيف يحتج الله عليهم ويرد عليهم تلك الحجج. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، يعني لو شاء الله ألا نشرك لما أشركنا، إذن فلما شاء أن نشرك دل ذلك على أن الله قد رضي عنا الشرك. يستدلون على شركهم بأن الله قد شاء لهم ذلك، يستدلون على ذلك بالقدر، وهؤلاء هم أصول الجبرية.
الذين يقولون هذه الأفعال من الله، فما دام أن الله عز وجل قد خلقها فينا وهو الذي شاءها، إذن هذا دليل على أن الله قد رضيها لنا. وهم كذابون، بدليل أننا نقول لهم اقعدوا عن العمل لا تعملوا، لأن الله عز وجل لو شاء أن يرزقكم لرزقكم. يقول لا، لا بد أن نسعى ونبذل الأسباب، نسعى في تحصيل المنافع، نسعى في تحصيل المنافع لأنفسنا، ونسعى في دفع الضرر عن أنفسنا. سبحان الله، إذا كان أمر الله ودين الله لم تقولوا ذلك، وإذا كانت مصالح أنفسكم قلتم ذلك؟ وهذه يقولها بعض الناس، يقول لو شاء الله لهداني. طيب لو شاء الله لأغناك، فلا تبذل يعني جهدك في طلب الغنى. قال الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. وانظروا كيف شدة تعلقهم بهذه الحجة، يقولون نحن، وما قالوا وآباؤنا ولا آباؤنا، ولا قالوا ما عبدنا من دونه من شيء ولا آباؤنا، لا، يؤكدون نحن ولا آباؤنا، ليبينوا أنهم قد جاءوا بحجة عظيمة، وهم أول من يعلم أنهم كانوا كاذبين في تلك الحجة. ويقولون أيضا لو شاء الله ما حرمنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما حرمنا من دونه من شيء، هذا الشيء الذي حرمناه من السوائب والبحائر والحام والوصيلة إنما حرمناه بمشيئة الله، ولأن الله شاء ذلك فهذا يدل على أن الله قد قبل ذلك ورضيه منا. هذا هو دليلنا على أن ذلك من الله، وأن الله قد رضي عنا ورضي منا ما حرمناه. سبحان الله، أين أنتم من الأمم التي سبقتكم وقالت مثل مقالتكم وكذبت على أنفسها وعلى الله جل جلاله؟ قال الله عز وجل: كذلك فعل الذين من قبله، أي من كانوا قبلكم فعلوا مثل فعلكم واحتجوا مثل حجتكم، فماذا فعل الله بهم؟ عذبهم. ولا تظنوا الآن أن محمدا صلى الله عليه وسلم بيده عذاب ينزله عليكم متى شاء، هذا ليس بيده، إنما هو بيد الله جل جلاله. وما على محمد ولا على الرسل الذين سبقوه إلا شيء واحد هو الذي أوجبناه عليهم، ما هو؟ إلا البلاغ المبين، أن يبلغوا رسالة الله بلاغا مبينا. ولاحظوا يا إخواني، عليهم البلاغ، إذن ليس عليهم شيء آخر. إذا قال الكفار أنزلوا علينا العذاب، افعلوا كذا، اصعدوا إلى السماء، هاتوا لنا آيات، ليس بيد النبي أن يأتي بشيء من عنده إلا أن يأذن الله به. ثم قال البلاغ، ووصفه بالمبين ليبين أنه يجب على من يدعو إلى الله ويقوم نائبا عن رسول الله أن يبين في دعوته ويبين في حجته، ويدحض حجج الباطل بحجج الحق بكل ما أوتي من قوة، وأنه لا يكفي مجرد البلاغ، تبلغ فقط يعني تقول للنصارى أو اليهود أسلموا وتكتفي بذلك، لا، بل تبذل كل أسباب الإبانة له بكل ما أوتيت من قوة وبكل ما أوتيت من حجة وسلطان وبكل ما عندك من إمكانات. والله إذا لم يمكن إلا أن نخرج عبر الشاشات ونذهب إلى بلادهم، نذهب ونخرج عبر الشاشات ونأتي بكل الوسائل التي تجعل هؤلاء الكفار تبلغهم كلمة الله وتصل إليهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله منه وكرمه أن ينفعنا بكتابه وكلامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.